بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع من دروسنا في الصف الأول، درس بلاغة اسمه الكناية. الكناية احنا كنا درسنا قبل كده لو فاكرين التشبيه والاستعارة. النهاردة أو دلوقتي إن شاء الله هشرح لكم درس الإيه؟ الكناية. في النص اللي فات لما قلنا أبيت سخين العين حرانة باكر، قلنا كناية. كل حاجة أقول كناية، كناية يعني إيه أصلا؟ الكناية هي تعبير يقال. يعني إيه تعبير يقال؟ جملة بقولها ولا يراد لذاته، ما بقصدش المعنى بالذات، بل يراد معنى غير المعنى دوت مع جواز إرادة المعنى الأصلي. مش فاهم؟ لما أقول مثلا فلان ده إيديه طويلة، يعني إيه طويلة؟ ممكن أفهمها إنه بيسرق، او انه بيضرب ايديه طويله، او ايديه طويله فعلا. يعني لما اجي اقيس ايديه هلاقي ايدي طويله، يبقى عندي كده معنى اهو. لو انا قلت ايديه طويله اقصد بيها انه بيسرق، يبقى دي كنايه عن السرقه او الضرب، كنايه ايدي بيضرب. لكن لو قلت ايدي طويله فعلا، يبقى دي كنايه، مش كنايه بقى، دي جمله حقيقيه. عشان قلت ايه؟ مع جواز اراده المعنى الاصلي. مش فاهم؟ اقول مثال تاني. لما اقول مثلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أبيت سخين العين. سخين العين يعني عينيا سخنة من كثرة البكاء. ده معناه ان هو ايه؟ انه حزين. يبقى جملة سخين العين دي مش معناها ان عينيه سخنة، لا، معناه انه حزين، انه بيبكي كتير. يبقى كناية عن الايه؟ عن الحزن. يبقى ايه كناية؟ بقول جملة وما اقصدش المعنى الحرفي ليها، انا بقصد المعنى اللي من ورا الكلام. وده بنستخدمه في حياتنا كلنا. اقول ايه؟ ده فلان ده ما يعديش من الباب، كنايه عن ايه؟ انه ضخم، انه تخين. مثلا لما قلنا ايه ده، مثلا باجي اسلم عليه بايه؟ بيتكلي على السين، مع السلامه. اقول ده كنايه ايه؟ انه مش طايقني، انه مش عايزني. يبقى الكناية بقول جملة بقصد من وراها معنى. طيب، الكناية ليها ثلاث أنواع: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. طيب، كناية عن صفة وهي التي يكنى بالتركيب فيها عن صفة لازمة للموصوف، لم تذكر صراحة ولكن تفهم من الكلام، زي ما قلنا من شوية سخين العين، زي ما قلنا لسانه طويل او دي طويله. طيب، كنايه عن موصوف وهي التي يكنى بالتركيب فيها عن موصوف لم يذكر صراحه في التركيب ولكن يفهم، زي ايه مثلا كده؟ لما اقول واصبر لحكم ربك، واصبر لايه؟ لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت. مين هو صاحب الحوت؟ انا اقصد مين؟ نبي الله يونس عليه السلام. يبقى هنا انا ما قلتش يونس، قلت صاحب الحوت. فهمت منها مين؟ ان يونس. لما اقول مثلا وقف الخلق، الشاعر بيقول وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي وبنات الاهرام. مين هو بنات الاهرام؟ المصريين القدماء. يبقى بنات الاهرام دي كنايه عن موصوف، هم المصريون القدماء. يبقى كنايه عن موصوف وهي التي يكنى بالتركيب فيها عن موصوف. يا ابنة اليم، يا بنت البحر، بقصد مين؟ السفينه. طيب، النوع الثالث كنايه عن نسبه. كنايه عن النسبه دي بقى انا بجيب الصفه نفسها واظهرها. بقول مثلا الجود في يدي، يبقى كنايه عن نسبه الجود لايديه. مثلا الخير في ثيابه، يبقى كنايه عن نسبه الخير ليه. يبقى كنايه عن نسبه انا بجيب الصفه نفسها. طيب، ما سر جمال الكنايه؟ اعطاء المعنى مصحوب بالدليل عليه، مثل قولنا عض المهمل اصبعه. كنايه عن ايه؟ عن الندم. سر جمالها اعطاء المعنى مصحوب بالدليل. يعني أول سيدي قال كده إيه؟ الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل، وإظهار المعنوي في صورة حسية. طيب، تدريب. أول جملة بيقول لي رأى الطالب الامتحان
فاقشعر بدنه. طبعا يعني ان شاء الله مش هيحصل كده، ان شاء الله هنشوف الامتحان ونشعر بالامان والاطمئنان ان شاء الله باذن الله يعني. لكن لو ان طالبا راى الامتحان فاقشعر بدنه، فين الكنايه هنا؟ برافو عليكم، اقشعر بدنه كنايه عن ايه؟ عن الخوف. يبقى الخوف دي صفه ولا موصوف؟ لا دي صفه، يبقى اقول فاقشعر بدنه كنايه عن صفه وهي الخوف. سر جمالها الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسير. طيب الخنساء الشعر الجاهليه كان لها اخ اسمه صخر مات، فكانت ترثي يعني تبكي بابيات كثيره منها طويل النجاد. النجاد يعني حمائل السيف، تعرفين الجراب اللي بيحطوا فيه السيف ده اسمه النجاد، طويل النجاد. يبقى كنايه عن ايه؟ عن طول القامه، يبقى دي كنايه عن صفه. رفيع العماد، يعني ايه رفيع العماد؟ يعني الخيمه بتاعته عاليه لانه من الساده الاشراف، يبقى كنايه عن السياده والشرف، برضو كنايه عن صفه. ساد عشيرته امردا، كلمه امرد يعني شاب صغير لم تنبت لحيته. فلما اقول انه ساد عشيرته امردا كنايه عن تفوقه منذ صغر سنه، كنايه عن صفه. طيب يبقى عندي هنا في البيت ده في كم كنايه؟ ثلاثه، طويل النجاه كنايه عن طول القامه، رفيع العماد كنايه عن السياده والشرف، ساد عشيرته كنايه عن تفوقه على اقرانه منذ صغر سنه، وطبعا سر الجمال الكنايه كله الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل. اليمن يتبع ظله، اليمن يعني الخير ماشي وراه، الخير ماشي وراه، يبقى كنايه عن نسبه اليمن للممدوح. بقولها كده كنايه عن نسبه اليمن لمين؟ للممدوح. المجد يمشي في ركابه، اقول كنايه عن نسبه المجد للممدوح. في حد قال حاجه جميله برضه، قال لي ايه؟ قال لي مش ممكن اقول المجد يمشي استعاره مكنيه. ايه المانع يعني اقول استعاره مكنيه شبه المجد الانسان يمشي عادي؟ يبقى هنا فيها كنايه الجمله كلها وفيها برضه الحته دي، بس ايه؟ استعاره مكنيه. يا ابنة الضاد، طبعا الضاد حرف الضاد ما كانش موجود في اي لغه غير اللغه العربيه، فلما اقول يا ابنة الضاد بقصد مين؟ اللغه العربيه. اللغه العربيه دي صفه ولا موصوف؟ لا دي موصوف، يبقى كنايه عن موصوف وهي اللغه العربيه. انت سر الحسن تجلى على بني الانسان. ده بعض الامثله، والباقي ان شاء الله تحلوه في في الواجب، ان شاء الله ربنا يكرمكم ويسهل عليكم باذن الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.